طيب طيب اصبر شوي. مالك خايف؟ مالك خايف؟ اصبر يا محمود. مالو خايف؟ عارف. وش ذا؟ وش ذا؟ وكان ابن بواء. الحين ذي غرفة التعذيب. ترى انا ما سويت شيء، هم اللي قالوا تعال هنا. ما مفضحين هذم. مقبقي. انت منجم؟ يا اخي لا. ساحر؟ لا. وش هو؟ يا اخي انا مخترع. ايه مخترع، بس الشباب يقولون شايفين مستقبل و... ايوه هذا الجهاز اسمه نظرة على الزمن، يعني تشوف مستقبلك ولا الماضي حقك، يعني ضبط من هنا. ايوه بس ما تبتش علمني ما تبتش ذاك كيف الماضي وكيف ال... شوف الاحمر هذا حق المستقبل. ايه هذا الاخضر حق الماضي. ايه فهمت انا. الحمد لله انك فهمت. الحمد لله. الحين انا ان شاء الله اذا ودي ان شاء الله اكسب شاعر المليون، افوز بشاعر المليون. حلو انه فزت ولا كيف. وشو؟ ولا شيء، انا قصدي جرب الجهاز. ايه اجرب. المستقبل حقك. ما عندك مشكلة. البس. بنغوص في الماء؟ يا اخي مش تغوص في الماء، رجعك اللي سبح، ابعد النظر اللي فوقك، هي تشتت لك بالزمان. ايه كذا. ايوه. مستعد يا ابو راشد؟ لحظة. يلا. انطلق. 1 2 3. وابو راشد لا قال كلمة ربعه يسوونها، وإذا ما قال كلمة طبيعي ما يسوونها. بسلامتكم. لجنة التحكيم أكيد متفاجئين، ما مر عليهم قصائد بذي المستوى في ذا البرنامج المتواضع. تفضل يا دكتور. النص اللي أمامي أنا كل شطر فيها هو بيت، وبالتالي أنت جبت بالضعف ما هو مطلوب من العدد. طبيعي يا دكتور، انت تتكلم عن ابو راشد. ابو راشد ينبوع الهاجس الشعري، انا اقل قصيدة اكتب 350 450 بيت، لي كاتبها 50 بيت لاني كنت مستعجل، توي كاتبها في الدرج هنا عندكم. كيف انت يعني تجيب لي قافية مرة مشددة ومرة غير مشددة، وهذا ما قلناه اكثر من 50 مرة. طبعا انا بحاسب حتى على الاملاء، يعني تكاتبها يا ركب وهي انت لفظتها يا راكب، وركونها انت كاتبها ركوانها، يعني راجع نصك بكلمه عشان ما توقعش في هذا الشيء. لا بالله الا انت اللي تراجع طبيب العيون، انت تقرا من ورقه غير القصيده اللي انا جايبها. احنا نتكلم عن الشده، ومع ذلك انا بدور لك مخرج، قلت يمكن القصيده طويله وفيها شده. لا انت بالذات لا تدور لي مخرج، دور نفسك مخرج يا ابن الحلال. 20 سنه قاعد في ذا البرنامج، لا فزت بالمليون ولا بطيخ، والحين قاعد تسولف وش فيك؟ اطلع برا. طيب كلمه للدكتور، كلمه. انت الحين دكتور، ما دام دكتور وش وداك هنا؟ روح العياده بالحلال. ايش دخلك انت بالشعر العربي والشعر النبطي؟ اخرك عضلي وريدي، ذا الامور اللي تفهم فيها. اصبر يا اضرب ابر يا دكتور. مبروك. الله يبارك فيك. فزت. انا ماني بحاجه المليون يا ابن الحلال. وعقل ماني بحاجه المليون، وبعدين لجنه التحكيم ذولي ما يعرفون الشعر من الشعير.